السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرس المساعد أسماء حسين عباس. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان مفهوم الصحة النفسية لطلاب المرحلة الثالثة. الصحة النفسية هي حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في مجتمعه المحلي، وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذان يعتمدان قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه. نتطرق إلى عوامل الصحة النفسية. هناك عدة عوامل للصحة النفسية مهمة تؤثر على حياة وسلوك الفرد، منها أولا الأسرة، ثانيا العمل. الأسرة تعد العامل الأول من العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية، فعندما يعيش الإنسان في أسرة مترابطة يتمكن من تكوين شخصية سوية ذات نفسية معتدلة وخالية من الأمراض النفسية، بعكس الأفراد الذين يعيشون في حياة مضطربة في طفولتهم نتيجة لوجود خلافات عائلية وعدم وجود أسرة متكاملة، فعندما تصبح نسبة التعرض للإصابة بمرض نفسي مرتفعة. المفهوم الثاني العمل. إن طبيعة العمل الذي يعمل فيه الإنسان تعد من المؤثرات التي تؤثر على نفسيته، فعندما يعمل بأجواء مناسبة عندها يكون مرتاحا نفسيا للقيام بعمله بشكل أفضل، بعكس وجود في ظروف عمل غير مناسبة، فمثلا عمل الأفراد تحت أشعة الشمس المباشرة في أيام الصيف مع عدم توفير أي وسائل لحمايتهم من الإصابة بضربة شمس، من المحتمل أن يؤثر على صحتهم النفسية ويشعرهم بالقلق من طبيعة عملهم. هناك عدة نظريات فسرت مفهوم الصحة النفسية. أولا نظرية التحليل النفسي للعالم فرويد. نظر فرويد إلى الإنسان نظرة تشاؤمية، فالفرد دائما في صراع بينه وبين دوافعه المختلفة وبين الدوافع التي لا تقبلها الجماعة، وهو دائما يشعر بالقلق من احتمال خروج ما كبته من خبرات ومشاعر مؤلمة من اللاشعور إلى الشعور. الشعور العقل الواعي هو منطقة الوعي الكامل والاتصال بالعالم الخارجي، وهو الجزء الخارجي للشخصية. اللاشعور أو العقل الواعي يشغل اللاشعور حيز واسع من الشخصية، وهو يمثل جملة المكبوتات التي تثير عند الإنسان نوع من الرفض أو الخجل، ومن الصعب استدعائه لأن قوة الكبت تعارض ظهوره، وتعبر الرغبات اللاشعورية عن نفسها عن طريق الأحلام أو فلتات اللسان وإلى آخره. ما قبل الشعور يتضمن ما هو كامن وما ليس في الشعور، ولكن من الممكن أو من السهل استدعائه إلى الشعور، مثل الذكريات والمعارف. أجهزة الشخصية. ميز فرويد بين ثلاثة أجهزة للشخصية، الهو والأنا والأنا الأعلى، حيث أن لكل واحدة من هذه الأجهزة مكوناته وخصائصه، ويعتبر سلوك الفرد محصلة للتفاعل والصراع فيما بين هذه الأجهزة. الهو هو ذلك الجزء من النفس الإنسانية الذي يميل إلى إشباع الرغبات والنزوات والمكبوتات بدون اعتبار للقيم ومبادئ والعادات والتقاليد، فهو يعمل وفق مبدأ اللذة. الأنا الأعلى هو ذلك الجزء من النفس الإنسانية الذي يرفض أي إشباع للغرائز رفضا باتا، لا يطرق مشروعها أو غير مشروعها، فهو على النقيض تماما من الهو، وهو يعمل وفق مبدأ المثال. الأنا هو ذلك الجزء من النفس الإنسانية الذي يقوم بدور الوسيط بين مطالب الهو والأنا الأعلى، ويحاول أن ينسق بين الطرفين، ولذلك فهو يعمل وفق مبدأ الواقع. ومن هنا يمكن القول بأن الشخصية تكون سوية، ويكون هناك تمتع بالصحة النفسية عندما تكون الأنا قوية وقادرة على تحقيق التوافق بين مطالب الهو والأنا الأعلى. أما إذا كان الأنا ضعيفة فهناك احتمال أن تسيطر
أن تسيطر الهوة على جوانب الشخصية المختلفة، وبالتالي تكون الشخصية منحرفة لا سوية، أو أن تسيطر الأنا الأعلى فتكون الشخصية جامدة منغلقة مريضة ومعقدة. ومن خلال هذه المحاضرة تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى تتكلم عن مفهوم الصحة النفسية. شكرا جزيلا.